اهلا وسهلا بالساده المشاهدين اللي بيتابعوني على قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. النهارده مع بعض حلقه خاصه جدا، ومعانا ضيفه مميزه بتحب قناه دريم وبتحب ان هي تقف في المطبخ، لها مزاج كده لما تخش المطبخ تعمل بعض الاكلات اللي بتتميز بيها في وسط العيله ومع اصحابها. ومتعودين وشفناها قبل كده طبعا، معانا الناجحه في الثانويه العامه بتقدير جيد جدا، مبروك فاطمه اسامه خليفة. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك في حضرتك. تمام؟ تمام. ومبسوطه من المجموعه اللي جايباها؟ الحمد لله. راضيه يعني على نفسك؟ ده كان هو هدفك؟ الحمد لله. الف مبروك، بنهنيك طبعا، بنهني كل اللي نجحوا في الثانويه العامه. وفاطمه عايزه تخش كليه ايه ان شاء الله؟ اعلام انجلش ان شاء الله. اعلام انجلش، يعني هتتحداك يا عم المخرج. يا عاوزه مذيعه ولا اخراج؟ مذيعه. مذيعه كمان، حلو قوي. ان شاء الله. وعايزه تحبي شيف ولا تبقي مذيعه في برامج او كده يعني؟ اكون شيف. شيف، انت حاطه راسك انك تكوني شيف. ان شاء الله. واحنا بنرحب بيك. ربنا يخليك. طب قولي لنا هتعملي لنا النهارده يا فطوم في المطبخ؟ هعمل شاورما. اه. وهعمل توميه وهعمل سلطه بطاطس. اه، يعني انت بص داخله تقيل، شاورما يعني معلمه شاورما النهارده فاطمه. نقول لك يا معلمه الشاورما النهارده، شاورما دي محدش يعملها الا اللي واثق من نفسه. وهنعمل سلطه البطاطس وهنعمل كمان التوميه اللي هي بتناسب الشاورما مع السندوتشات. طب اكيد هتعمل لنا الشاورما النهارده بطعم مميز يعني. ان شاء الله. طيب قول لنا المقادير هنعملها ازاي عشان نشوف حاجة ازاي. مقادير الشاورما: اربع صدور فراخ مقطعين مكعبات. حلو. كوبايتين زبادي. حلو. خلطة شاورما. ممكن نعملها في البيت وممكن نشتريها من العطار. تقولي وهبقى نتكلم في كل ده. تمام. خلطة شاورما. ده كده الشاورما. هنحط معاها في الساندوتش التومية. مقادير التومية: هنجيب خل. حلو. هنجيب مايونيز. وهنجيب توم. ونعمل التومية بتاعتنا. حلو. دي بالنسبة للشاورما. طيب انا شايفك مقطعة الدجاج وزي الفل. طبعا انت هنا على قناة الاحلام دريم، فممكن تكون انت هي دي الشاورما من وجهه نظرك زي الفل. وهي طبعا جميله. هنتكلم مع بعض وندردش. مظبوط، لان المطبخ له قانون وله دستور. يعني الواحد لازم يبدع فيه. حلو الكلام. طيب يلا اشيل انا عنك دولت. تمام. ايه رايك؟ طيب اول حاجه اتفضل. هنحتاج الزيت هنا في الطاسه. نحتاج اهو، انا المساعد بتاعك النهارده. اتفضل. تمام. هنحط حوالي 3 معالق. لازم 3 معالق. يعني بصي، ايوه، طالما الدجاج فيه نسبه دهون اجيب لك الدجاج. هنحط اتفضل الدجاج. قولي لنا بقى، انت لما نجحت في الثانويه العامه كده طبعا دخلت عملت في المطبخ اكله نسميها الاكله الاولى بعد نجاح الثانويه العامه. جبت الدجاج. عملت لهم ايه بقى؟ ولا وزعت شربات وما دخلتوش المطبخ؟ اكيد بابا طبعا جاب احلى شربات واحلى شوكولاته. وجايب لي قهوه. والله اشكرك يا عم اسامه، ربنا يخليك ليا. ايوه. هنقلب الفراخ. الدجاج. حلو. سيبه شويه كده بس ياخد وش. كان نقلبه كمان شويه. طيب بصي تعالي بقى يا فطوها، تعالي انت لسه برضه الواحد لازم ايه ياسسك صح. صلى على رسول الله. انت هنا مع الشيف المغازي مدرسه. حلو الكلام. طيب لما نقول خلطة شاورما، يعني الشاورما بتاعتك هتبقى زي بتاعت صاحبتك، زي بتاعت مامي، زي بتاعت الجيران، لان التوابل واحد. فلازم لا، ممكن نقلب في التوابل يعني. هو ده بقى اللي انا عايز اوصله، ان احنا نجيب التوابل بتاعتنا ونقلب تتبيله للشاورما. اساسي فيها الجنزبيل والثوم والبصل وعصير الليمون والزبادي وعصير البرتقال، التتبيله اللي بتساعد على ان الشاورما تستوي بسرعه. لما نيجي نعمل الشاورما هنقلبها بس شوية. هنقلب. لازم تتبل الأول اللي في الثوم قبل ما نحطها في التتبيلة. هو أنا جربت أعملها بالتتبيلة. بس بتاخد من طعمها. يعني هو بتكون طعمها أوضح شوية لما بتتحط معاها على النار. أنت طالما عاملاها بالشكل ده هتبقى حلوة، ما اختلفناش. أنا بص مع مبدأ إن ست البيت أو الأم تخش المطبخ تعمل أكلة بتوليفتها هي أيا كانت هتكون جميلة. بس احنا بنتكلم في الشاورما بالذات لانها اكله لها تاريخ. خدت بالك؟ فلازم الشاورما تتبل على الاقل مش اقل من 6 ساعات او ليله كامله. تمام. في وسط الزبادي مع عصير البرتقال مع عصير الليمون مع الهيل الناعم، التوابل اللي بتنطق تنطق الشاورما دي. صح. خدت بالك؟ بس. طيب هنحط شويه التوابل الحلوين. هنخلطهم بس مع الزبادي. مع الزبادي، ادي الزبادي. حلو؟ تمام. اساعدك انا؟ عايزه بس معلقه. خلينا ندردش، ما قلتليش بقى لما دخلت المطبخ بعد ظهور نتيجه الثانويه العامه. عملت اكله ايه؟
انا عملت لهم اخر مره، عملت اكل، عملت لهم كده يعني بحملها مربحاهم جميل. انت عملت لهم ايه؟ عملت لهم الشاورما دي. الشاورما اكيد عجبت بابا. اكيد. هو بابا يحب ياكل من ايدك. اكيد. وايه كمان؟ شاورما سندوتشات ولا فته؟ لا بحب اعملها سندوتش، وساعات برضو بعملها فته. حلو. بعد ما نخلط الزبادي مع الخلطه. حلو. هنضيفه هنا. الله، دي مدرسه تانية خالص. الزبادي مع الخلطه بتدي طعم، وهي بتحمر على النار. تمام. هاتي دول. حلو. الخلطه دي لو يعني مش موجوده عندنا، ممكن، هو في ناس بتحب تشتريها من العطار. حلو. خلطه شاورما. في ناس بتحب تعملها في البيت. ايوه. يعني طريقتها في البيت ان احنا ممكن هنجيب نشا، علشان يعني الزبادي لما بيتحط على النار لازم بيحتاج معاه نشا عشان برافو عليكي شكل الصوص كويس. حلو. وبنحتاج حبه ناعم وتوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود وجنزبيل وشويه هيل ناعمين. حبه تمام. تسلم ايدك. تسيبها تستوي على النار شويه. هنيجي بقى هنعمل التوميه اللي بتتحط معاها في الساندوتش. دي الاساسي التوميه. طيب. التوميه عباره عن مايونيز. حلو الكلام. وتوم وشويه خل، عشان هي سموها التوميه. اللي هو في الاصل مايونيز وعليه التوم والخل. مظبوط. طيب. هجيب لك معلقه. يا ريت. بنجيب حوالي كوبايه مايونيز. ونحط يعني. طب انت تعرفي تعملي المايونيز في البيت طبعا؟ اكيد. اكيد. قولي لنا بيتعمل ازاي. اقول لحضرتك بس هضيف هنا معلقه توم صغيره. حلو. تمام. ممكن يعني حسب الرغبه، اللي زود توم يقلل توم يعني. بس ساعات طعم التوم لما بيظهر بيبقى مش حلو قوي. اوفر. صح. قولي بقى نعمل المايونيز ازاي. اقول لحضرتك عشان انا حابب ان ست البيت تعمل المايونيز في البيت. معلقه خل. هنجيب بس شويه ملح. ملح من اي. اتفضل. تمام. ممكن ناخد رشة دقيقة. انت دقيقة تحت. بص المقادير بالظبط. برافو عليكي. ايوه تمام. ايه رايك في عصرة ليمون ولا ضده؟ هو الخل يعني بيحل محله، بس ممكن اللي. برضو نحط ليمون يعني، في ناس تحب. هو الليمون بيكسر المزازة بتاعت التوم شوية عشان ما يظهرش شوية. طيب حلو زي الفل. تمام كده. عملنا التومية. اول ما الفراخ يعني تستوي هنحطها في الساندوتش مع التوم. مع التوم. هنعمل دلوقتي سلطه البطاطس. طب والفلفل ده بقى للسلطه؟ لا الفلفل في ناس بتحب تحطه على الشاورما، وفي لا، بس بتاعت المحلات اللي الناس كلها بتحبها. من غير فلفل. من غير. لا اصل لو دخل عليها الفلفل تبقى راحت على المكسيك. واخده بالك داخله كده ايه. ايوه حلو. فهيته. طيب نجيب العيش بتاعنا. حلو. بس لسه الفراخ تستوي. هنجهزه. طب قولي لي لما تحبي تعملي المايونيز في البيت، انا مركز على الموضوع ده لان انا ضد ان احنا نشتري المايونيز من المحلات. بنجيبه نركنه على الرفوف في السوبر ماركت، تاريخ الصلاحيه بيلعبوا فيه، وخاصه ده حساس في ايام الصيف، ممكن في الشتاء ماشي. والمايونيز على الرف من الصيف للشتاء ما بيتغيرش من مكانه، تلاقي البرطمان عليه تراب كده وحاجه سيئه للغايه. فتعالوا نعمل المايونيز في البيت على طريقه فطوم. بتحط تجيب الخلاط وتحط فيه بيضتين مثلا، عاوز تعملي كميه 2 بيضه، وتنزلي سرسوب زيت صغير عليه كده من البراد او من الكوبايه او من الازازه، وتشغلي الخلاط على الهادي. صح. مع الدوران المستمر على البطيء هيطلع معاكي احلى مايونيز. بتحطي له طبعا معلقه خل زي ما عملت في الطوم، مع عصره ليمون، شويه ملح كويسين، شويه فلفل ابيض عشان ما يظهرش اللون. ده طعمه المايونيز على اصوله. عايزاه بالثوم هتحطي ثوم، عايزاه بالمسترده هتحطي مسترده، عايزاه بالعسل تحط عسل حسب الرغبه. مظبوط. طيب تمام كده. خلاص المايونيز هنخليه على جنب، ونعمل السلطه. قولي لنا بقى تعملي لنا سلطه حلوه ازاي. هنجيب، نخلي ده على جنب كده. طيب نحتاج بوله. نجيب بوله. كل حاجه عندنا. هنجيب اول حاجه نعمل الدريسنج بتاعها. حلو. هنجيب مايونيز. مايونيز هحتاج بس معلقه. اتفضل. هنضيف هو حوالي نص كوباية مايونيز. نص كوباية مايونيز. بس مقادير التومية. يعني لو مثلا حد عمل تومية ولو خدنا منها مفيش مشكلة. ايه رأيك؟ يعني كده كده هتحتاج ليه. تمام. هحتاج شوية. قولي لنا انت بتخش المطبخ بقى بيسيبوكي تبدعي كده. بجد والله يعني. بص وكل ياخد اجازة ويقعد في البيت بقى.
خاصه بابا لو كان مسافر ياجل السفر، يقول لك النهارده فاطمه داخله المطبخ. هتحطي ده خل، معلقه خل. ماشي، واضح انك بتستخدمي الخل كتير. بيدي طعم جميل. بيدي طعم، برافو عليك. وهحتاج توم. توم، ماشي. بص لو احنا قدرنا نستخدم خل التفاح يبقى احلى بكتير، في ليفر عالي وفايدته كويسه. حلو. وهنحتاج كوبايه زبادي. كوبايه زبادي، حلو. الزبادي نحتاج ملح. ملح، اتفضل. نرش حوالي، يعني مش كويسه كده. اتفضل. فطومه لو مزاجها حلو ودخلت المطبخ تعمل حلو، تعمل لنا ايه حلو؟ يعني مزاجك يعني حلو بقى وحابه تخش المطبخ. بحب اعمل الكوكيز. حلو. ازاي؟ بيبقى اي فليفر ولا بالشوكولاته؟ في بالشوكولاته وفي بالريد فيلفت. يعني كده طريقه. طب قول لنا كده طريقه سهله حلوه عشان البنوتات الحلوين اللي زيك يشوفوا الطريقه دلوقتي. ماشي. هحتاج بس احط البطاطس. اتفضل. نحط البطاطس. حلو. تمام. السلطه جميله زي الفل. اجيب لك طبق نغرف فيها. نقلبها. اتفضل. نقلبها كده كويس. تسلم ايدك. دي لازم تتشال في التلاجة خاصة لما تتبرد كويس تبقى حلوة. كمان انت سلقت البطاطس ازاي؟ بقطعها مكعبات. بقشرها وبعد كده اقطعها مكعبات واسيبها حوالي يعني ربع ساعة على النار وهي مغلية. بعد كده اصفيها. طب ده غلط يا فاطمة. ليه؟ شفت بقى ازاي؟ انت اقول لك على حاجه، انت بتتقبلي ان الواحد يقول لك المعلومه صح ولا انت مع اللي هو في راسك يبقى صح؟ انا معاك ان انت اي حاجه تعملها تبقى حلوه. اكيد. طالما انت حابه تخش المطبخ. البطاطس لما انت تسلقيها بعد ما تقشريها وتحطها في ميه بتفقدي النشويات بتاعتها. مع طريقه السلق، وتاخدها على الحوض تصفيها تبقى كمان قلت للنشا بتاعها والفايده بتاعتها باي باي، راحت في الحوض. مظبوط؟ فالبطاطس عشان تستخدمها صح كسلطه او ككفته تستخدميها او كروكيت، طبعا انت عارفه الاكلات الحلوه دي. طبعا. لازم تجيب البطاطس دي بالقشره بتاعتها تغسليها كويس وبعدين تسلقيها مع شويه ملح. بعد ما بتتسلق تمام بتاخديها تبرديها في الثلاجه او بره، وبعد ما بتبرد تماما بتقشريها وتقطعها مكعبات بقى زي ما انت عايزه، تستخدميها الاستخدامات اللي انت عايزها. بس مشكله في ناس بقى بيبقى صعب عليها ان هي تقشر البطاطس بعد ما تتسلق، يعني بيبقى ان احنا نشيل قشره البطاطس عشان هي رقيقه جدا. انك تقشريها بعد ما تتسلق اسهل من انك تقشريها وهي سليمه، بيبقى فيها طينه ورمله والسكينه ممكن تعور ايدك وكده. تعلمنا حاجه؟ ايوه، دي هنا في مدرسه خلي بالك. طيب هنحط البطاطس. نحط البطاطس هنا. نقربها شويه. برافو عليك. انا عايزك لما تقعدي كده مع اصحابك تخش المطبخ تقول الشيف المغازي علمنا حاجه حلوه. أكيد صح. مش انت حابه انك تطلعي معايا؟ اكيد. ايوه. كذلك الشاورما عشان ما تاخدش وقت كتير في السوى على النار. دي مدرسه، لان الشاورما دي اصلا يعني اكله لها اصول وتاريخ، لازم تتبل اقل حاجه ليله كامله، يعني ده لو هي مش كده بس مش اقل من ساعتين. خدت بالك؟ اصل يعني بحب استسهل يعني بدل ما اقعد من بالليل وكده. اوكي انا معاكي. احنا بصي اي حاجه احنا اتفقنا على مبدا انك تعملي كل حاجه حلوه. بس في حاجه بقى بتتجوديها بتتعمل يعني عارفه ازاي؟ يقول لك الشاورما دي ما كلهاش غير من ايد فاطمه. مظبوط؟ ايه رايك اجرنشها ولا تجرنشيها بقى؟ انا احب تجرنشي. ممكن احط بقدونس من فوق؟ بقدونس، اجيب لك بقدونس. اتفضلي. والبقدونس يحب البطاطس في الجرنش، والنعناع كمان لو حط توم علشان مشاكل التوم مع ال ريحة البق، فبنستخدم نعناع أخضر أو نعناع يابس. تسلم إيدك زي الفل. دي خلاص دي على كده جاهزة؟ ألف هنا وشفا. هنعمل بقى سندوتش الشاورما؟ الشاورما، أجيب لك العيش. اتفضل. خلاص هي كده دلوقتي استوت؟ استوت. طيب حلو. هنشيلها من على النار. أنت جبت عيش سوري كمان؟ الله عليكي، هو ده. عارفة العيش ده؟ العيش ده مش موجود، جبتيه منين ده؟ الصغير الحلو ده. ده العيش ده بقى يتعمل كل حاجه حلوه، ممكن يتعمل مطبق، ممكن يتعمل مع الشاورما سندوتش، سندوتش الفلافل حلوه. عارفه انت الفلافل؟ اوكي. في هو بيبقى رقيق جدا، فمحتاج نحط ثلاثه كده فوق بعض. ثلاث رغيفه مع بعض. حلو. يعني يكون شكل. هتسخنيها بقى ولا تقدميها ازاي؟ ممكن نحطها في طاسه مع معلقه زبده. الله عليكي، حلو. يعني برافو، انت فاهمه الموضوع صح عشان تبقى مقرمشه من بره. حلو. مع شويه زيت صغيرين كده او نكتفي بالزيوت اللي تنزل من الشاورما ممكن. وممكن نحطها في الفرن.
حلو. يعني ممكن كذا حاجه. هنحتاج نحط التوميه. هم المعلمين بتاع الشاورما يقولوا لك بقى يحطوها على جريل كده وتقال عليها، تاخد الخطوط المخططه الجميله اللي هو البصمه بتاعت المشوي دي، بتبقى شكلها حلو قوي. حلو. في بيحبوا يحطوا عليها خيار مخلل. ما اقولكيش، وبطاطا مقليه كمان. هنحط الفراخ كده. الله. وشاورما دايما يفضل ان احنا، عشان الساده المشاهدين برضو وفاطمه تعرف المعلومه ديت، يفضل عمل الشاورما بفراخ كامله. ونستخدم الجلده بتاعت الفراخ في عمل الشاورما. لان بتديها دهون وبتخليها دسمه الطعم، فاهم قصدي؟ وتتعمل بالصدور، مش هتقول لا. بس احنا بنقول ايه الحاجه ممكن تتعمل ازاي على اصولها، وممكن تتعمل باي شكل ان كان، طالما احنا حابينها كذا طريقه كده. انت لفتيها كده من الجنب. نضغط عليها شويه. الله عليك. عشان بس تكون كويسه. حلو. ده كده واحد. حلو. ده بتاعنا. ده انا هفطر بيه. خليه هنا كده في الطبق. حط ده كمان. الله، يا بخت بابي ومامي بصراحه. انت ما تعملوا لهم السندوتش ده، انا شخصيا ما بخرجش من البيت. بس لازم ندعي. ايه رايك نحطه على الطاسه؟ تمام. نخليه يتحمر شويه، انا حابب. تمام. كده نحط في الطاسه الثقيله دي كده، ونحط شويه زيت صغيرين. تمام. طبعا انت في اجازه دلوقتي، كل يوم يدخلوك المطبخ. يعني اكتشفوا فيكي موهبه انك بتخش المطبخ. فطبعا اختك شيماء واصحاباتك لازم يحبوا ياكلوا من ايدك على طول شاورما. ايه كمان غير الشاورما ممكن تعملها سندوتشات في المطبخ؟ ممكن فاهيتا. فاهيتا برضه داخلة على. انا يعني بحب، ما يعني بعمل حاجات مشهوره، بس بحب انا اللي الف حاجات يعني نفسي. هو ده عمل. ده انا، انت برافو عليك، انت لعبت على الحته الصح، اللي انت دايما تضيفي بصمتك انت للاكله. هاتي ده كده. يعني بصي ما تقلديش حد، اعملي كمان واحد. تمام. عشان اخونا المخرج بصي صوته واصل للشام، اهل الشاورما. ايوه، عايز سندوتش. هنعمل كمان واحد، دول يعملوا اثنين. تمام. اي خدمه، اللي عايز ياكل احنا هنعمل له سندوتشات شاورما النهارده. واللي عايزها سبايسي ممكن نحط قرن فلفل حار، ايه رايك؟ تحب السبايسي؟ ولا مين اللي مين في العيله بيحب السبايسي؟ نحط له عشان توجه له كده. مين؟ بابي؟ كل اخواتي بيحبوا السبايسي. اقطع لي كان قرن فلفل اهوت. اقطع لي كان بقى هنا كده انا بص دايما بحب الحاجه لما تبقى سبايسي، احط الحاجات الخضراء، بلاش الشطه الحمراء. مش كويس. ايه رايك احط ده كله؟ تمام. يلا بقى عشان نشطشط. ايه زي الفل. دي فين كده؟ كيف خلينا واحد كمان. فين الخبزه الثانيه؟ اهي نجيب كده زي الفل. كويس. يا سلام لو في شويه خيار يبقى جميله. خيار مخلل بقى، وممكن نحط بطاطا مقليه. ما اقولكيش. حلو. احطهم لك في الطاسه، اعملي لي ده انت كمان وانا اساعدك، وحطي دول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي بصراحه تبقى حلوه قوي، خلي بالك تتحمر بقى. بسم الله. انا اعلم اللي هو الحار ده بايه كده. الله. حلو. شفت ازاي بقى؟ نقوم نعمل ايه بقى يا ست الكل؟ نحط الطبق ده فوقيها علشان نضغط عليها شويه. ايوه مش نخسر حاجه كده. ونريح راسنا كده. بص انا بعمل ايه؟ ايه رايك في الشهوه دي؟ عندك علبه فول، علبه حمص، تحطها كده تضغطي عشان ممكن الطاسه تكون سخنه تعور ايدك. ايه رايك؟ جميل. تمام. سيبك تقلبيها انت بقى. تمام. خدي اتفضل. حلو. تسلم ايديك النهارده يا فطومه. دي نخليها على جنب. الفليفله دي ممكن نزين بيها السندوتشات على فكره، ولو حبينها نحط لها فلفل اخضر واحمر تبقى واخده على المكسيك على طول. هنا نقلب دي كده. برافو، حلو قوي. خدت وش جميل. طبعا. نضغط برضو نضغط عليها. نجيب طبق. ايوه. والزيت اهو ايدك كده بس. شفت ازاي؟ حلو. طيب ندردش مع بعض. دخلت المطبخ تعملي لنا نوع حلو.
زي ايه ممكن تعمليها؟ ممكن الكوكيز. نقول مقاديرها. نقول مقادير، يعني نكتب ورانا الكوكيز على طريقه فاطمه بعد النجاح. دي حلاوه النجاح. هنجيب كوبايه زبده. حلو. درجه حراره الغرفه يعني تكون مش في الفريزر، يعني زبده طريه. طريه كده. تمام. وهنجيب معاها كوبايه سكر يكون باودر. تمام. هنضربها. بعد كده هنضيف معاها بيض. هنحط اثنين. اثنين بيض. حلو. تمام. طبعا كل ده بنقلب بالمعلقه، او يا اما ممكن نقلب بالمضرب في الاول. برافو. بعد كده الشاورما طبعا. لا برافو عليك، سندوتش بقول لك ده بقى ايه؟ بقى الواحد يدفع فيه بالدولار زي ما بيقولوا. بجد حلو قوي. خليني بقى ايه اقطعه لك كده بالسكينه قطعيه حلوه. بعد كده نحط الزيت. انا معاكي. هنحط بعد كده البيض. بعد كده نجيب فانيليا. شفت سامع الصوت ده؟ هو الصوت ده تحت اسناني بقى، بسمع الجرشه ديت جامده قوي. ايوه. هنجيب فانيليا. هنضيفهم مع البيض. وبرده كل ده بنستمر في التقليب. بعد كده هنضيف تشوكليت شيبس. شفتي؟ هنضيف تشوكليت شيبس. ممكن يعني لو ما عندناش ممكن نحط معاها نقطع شوكولاته او شوت كاكاو ممكن. تمام. وبعد كده هنجيب دقيق. حوالي كوبايتين دقيق. حل. او ثلاثه يعني حسب ما العجينه تكون كويسه معانا. برافو. تمام. هنقلب الشاورما اللي هنا. شفت طريقه الغرف بقى؟ ايه رايك يا فطومه في الموضوع ده؟ جميل. بص كده كمان ده طريقة تانية. طبق تاني. بعد كده هنجيب كوبايتين دقيق على جنب. حلو. هنحط معاه حوالي معلقة بيكنج باودر. بعد كده هنقلب كده وهنضيف شوية ملح، حوالي يعني أقل من نص معلقة صغيرة. حلو. تمام. بعد كده هنضيف معاه يعني هنضيفه بقى مع المكونات التانية. تمام. وكل ده لحد ما نعجن العجينة كده تكون طرية معانا شوية. حلو. وبعد كده هنجيب التشوكلت شيبس. في الاخر. بس ممكن نخلط معاه شوية. تمام. هنجيب معلقة. حلو. هناخد من العجينة. وهنكون جايبين صينية بتاع الفرن. هنحط فيها ورقة زبدة. حلو. تمام. بعد كده هنجيب معلقه ونحاول نخليها على شكل يعني مدور كده. وننزلها كده شويه. حلو. وهنضيف من فوق تشوكليت شيبس. بعد كده ندخلها الفرن حوالي يعني نص ساعه. تقريبا 20-25 دقيقه. حلو. حسب الكميه اللي موجوده. صح. برافو. بعد كده هتطلع من الفرن وتتقدم. الف هنا وشفاء. عايزين بقى نقدم معلقه سكر باودر ماشي. في ليفر اللي احنا حابينه، شربات. يا ركفي انت بتحب البصل كده، الواحد يقعد ينقنق بصل كده. واخد بالك شفت الجو البصل ده كده مع المايونيز؟ جميل. ايه رايك؟ جميل. انا بعتبر فطومه بما انك انت داخله اعلام بقى وانجليش وعايزه تجودي موضوع المطبخ، ان طبق السلطه ده لوحه فنيه ست البيت تبدع فيها. تفتح الثلاجه كده وتبص لها وتتامل فيها وتطلع وتحط. صح. صح. ايه رايك؟ جميل. ادوات الرسم ايه هي؟ خضره. صح ولا لا؟ الريشه بتاعتك، السكينه ايدك تقطعي بيها وتشكلي. دي طريقه كمان، طريقه تانية ما احنا مع بعض اهوت. خلي بالك السندوتش. تشيله دي يتزايل عليها، دي مكلفه متعوب عليها. خليها هنا دي كده. اوعى وشك. شيل ده كده. تسلم ايدك بجد. مطبخك رايق ونضيف على فكره، ما مش بيتضايقوا منك لما بتخش المطبخ. الدنيا كلها بتبقى رايقه كده. صح؟ صح. عملت شاورما قيمه غذائيه عاليه جدا، عملت سلطة بطاطس فيها نشويات عالية جدا. الله. بس انت خلاص اتفقنا البطاطس لما تسليها، حتى القرع العسلي كمان لما تيجي تعمليه حلو ما نسلقوش ونصفي ميته خالص. انا مش مع كده. الميه اللي هنسلق فيها القرع العسلي نستفيد بيها في عمايل صينيه القرع العسلي او في لو احنا بنعملها. شفتي مثلا واحد معاه خيار بقى اهوت، واحد يقول لك انا مش عايز لا مايونيز بقى ولا عايز توم ولا حاجه، انا عايز ايه؟ خيار، عشان عندي مشاكل مع الحموضه والهضم، فيحبوا ياكلوا الخيار مع الشاورما.
طرق مختلفة اهيت. سلايس طماطم، ايه رايك؟ جميل جميل اهو. شفت كم طبق؟ اه السفرة بتاعتك اتملت ازاي؟ وبأشكال مختلفة. أي خدمة، بيشحر منكم من حاجة. زي الفل تمام. أنا عايزك بقى تغرفي ده كده بقى فكرة تاني. اه في الوقت اللي بقينا ده، أدي طبق اهوت. قولي لي بقى تغرفي الطبق ده ازاي؟ نجيب ده اهوت. نقسمه برضه نصين. جامد، قال على السكينة. تمام. هنجيبه. بص يا فطوم. نعم. حطي، انا عايزك لما تمسكي السكينه في المطبخ عشان هنا ايدك مع الوقت دايما ما تحطيش صباعك كده كده عشان مع الوقت كتير هتحس في الم هنا خاصه انت لسه صغيره صدقيني لما كده السكينه هتعلم في صباعك هنا مع الوقت زائد ان هنا ممكن توجعك كده تتحكمي فيها صح اتفقنا تمام ماشي ممكن احط في النص في لا حلو برافو. دي بصي سنس كده البنوته لما تكون بتحب المطبخ الطبق بيطلع من تحت ايديها لوحه فنيه. الله تمام. قولي لي عايز ايه وانا اجيب لك. شفتي؟ ممكن توميه. توميه؟ خلصت التوميه فطوم. معايا حظك ما شاء الله عليك. ربنا مبارك. خد لك حط لك فين؟ على الوش. على الوش؟ اوه طبعا مختلف. ده احلاهم، ده احسن طبق. عارفه ليه؟ عشان انت عاملاه بحب. انما انا بشتغل عشان اخد فلوس. انت بقى جايه ايه بحب؟ شفت الفرق بيني وبينك؟ عشان كده بنقول ست البيت لما بتخش المطبخ تعمل اكل، الاكل بتاعها ايا كان هو الطعم اجمل بكتير من اللي الشيف بيعمله. لان الشيف بيشتغل لغرض. صح مظبوط، تقبضني يا معلم اشتغل، ما تقبضنيش مش هشتغل. اما فطومه جايه النهارده بحب تعمل كل اصحابها اللي نجحوا في الثانويه العامه وبتهنيهم طبعا فرصه، وهي صممت تيجي معايا النهارده تهني كل اصحابها اللي بتعرفهم واللي في الثانوية العامة من كل المحافظات. بتقول لهم ألف مبروك، وهي طبعا بتحب المطبخ، وأي بنوتة حلوة زي فطومة عندها هواية جواها تقدر تنميها بأن هي تتعامل دايما تخش. مش مشكلة لما تغلط، مش مشكلة لما تعيد مرة واتنين وتلاتة، أهم حاجة أن هي عندها الاستمرارية في أن هي تتعدي الخطوات الصعبة وفي الآخر تبقى كل حاجة زي الفل. فطومه نورتيني النهارده بجد. شكرا لحضرتك. وانا سعيد جدا بيك. سلمي لي على بابا. الله يسلم حضرتك. وعملت لنا طبعا الشاورما بكذا طعم، فليفر بالتوميه بالبصل بالفلفل، وسلطه بطاطس جامده جدا مع المايونيز والحموضه، والتست العالي بتاع الزبادي مع التوم والبطاطس بتاعتنا. بشكرك فطومه، ولازم تيجي معايا تاني بس هنعمل حلقه حلوه بقى. تمام ان شاء الله. حلو؟ اشكرك. بنشكر كل الساده المشاهدين اللي بيتابعوني على قناه الاحلام، قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. ومش حرمنكم من حاجة. شكراً.